يسعد أوقاتكم بكل خير وجمال. هاي الحلقة رح تكون مختلفة بصراحة، رح تكون حلقة نقد. يعني هو عنوان الحلقة المفروض يكون سيلفي، بس أنا غيرتها وساويتها أرجوكم خليني اشتقلكم. هلأ نرجع لموضوع الحلقة اللي هي سيلفي. المتعارف عليه أن الصور الشخصية والخاصة هي لتسجيل الذكريات والمناسبات المميزة بحياة الإنسان، وكل واحد فينا عنده ببيته ألبوم صور بيتفرج عليهم من وقت للتاني. ونتيجة تطور وتوفر الكاميرات بشكل كتير كبير من خلال الموبايل، صارت هاي الصور صور عامة بدل ما تكون خاصة. أو بدت المشكلة مع الشكل السيء للصورة مع بداية انتشار صور السيلفي، وصار عنا نص البشرية وأكثر شوي مصوري، وعم يعرضوا إنتاجهم الفني عبر النت ومواقع التواصل الاجتماعي، وخد بقى على مواهب يمين وشمال وعلى مرضى نفسيين عم يعرضوا حالهم بصور مقززة أحيانا من خلال صور قوسين. فهمتوا علي؟ يعني أنا شو بدي بشفتيركم المليانة بوتوكس أو لساناتكم تتحشوهم بعيوننا بكل وقت بفتح فيه النت؟ بعدين شو دخل علامة النصر مع الشفتير بالصورة؟ يعني ما فهمت، يعني على شو منتصرين دخلكم يعني؟ وليش لشوف شعركم المنكوش وسحنتكم المقلوبة أو حركات وشكم المعتوب؟ وانت ليش لطص خلقتك ملزقها باللزق؟ وشو المغزى يعني؟ ليش لشوفكم بالحمام وبالتواليت؟ وإذا كانت هاي اللحظات النادرة اللي بتنضفوا فيها حابين توثقوها، أنا شو دخلني؟ وهي اللي فرحانة بعضلاتها اللي قد الدحلة، وهذا اللي فايق من النوم وقالب خلقته، لك بشو بتفيدوني إذا متصورين مع أوباما أو ترامب؟ بالعكس لازم تخجلوا أنه تتصوروا مع سياسيين وسفاحين، لك وحتى مع نجوم السينما، أنا شو بيهمني هذا الموضوع؟ واللي بتصور جنب سيارة فخمة، واللي بمنتج صورته جنب سيارة فخمة أو بشي محل سياحي أو أثري، وهو ما بيكون طالع من حارته بعمره كله، لك لشو الكذب والمظاهر اللي ما بتعمل قيمة؟ القيمة بالعمل وبس. وكمان اللي مصور حاله عم يلاحقه القرش أو مدندلي من على سارية علم تبع شي برج، رغم أنه في ناس بيعملوها حقيقة ويخاطروا بحياتهم على أساس عملوا إنجاز، بس بيجوا هدول الكذابين بيسرقولوا إنجازاتهم على أساس عملوا مثلهم بس على الفوتوشوب. شي غريب. يا بتلاقيهم ممنجين حالهم على شي صخرة عالية كمان مدندلين عليها على أساس، لك ما بيكفي المشاهير هالكين صورهم. هلأ إذا جينا لسيرة المشاهير، يعني هدول عم يسوقوا لحالهم لشغلهم، يعني نوع من أنواع الماركتينج، يعني لشغلهم لمشاريعهم، يعني اللي هو بس أنتوا على شو يعني؟ يعني أنتوا لشو عم تسوقوا؟ هاتوا لنشوف شو إنجازاتكم لحتى عم تلوثون بصريات وكلكم والإيموجيكم وخود على أشكال وتشوهات غير الأولانية، لك حتى الحيوانات ما حليتوا عنهم، والموناليزا جنت وقلدتكم، والإلعان إنه الموت ما عاد له احترام للأسف. حدا بياخد سيلفي طاحي جنب حدا ميت؟ يعني غريب، يعني شي غريب عجيب فعلا، حالة مرضية لا تحتمل عند كتير من الناس وللأسف الشباب بشكل خاص. بس مثل ما ذكرت الحالات السلبية للسلبي للأمانة، لازم أذكر الحالات الإيجابية. يعني حلو كمان الواحد يأخذ سيلفي إذا بشي مكان جميل وباينة معالم المكان أو مكان سياحي أو أثري مهم، أو عم يطرح قضية إنسانية ويعبر عنها من خلال هذا السلبي، أو عم يتعاطف مع حدا وعنده مشكلة مرضية أو نفسية. أنا مالي ضد السلبي أبداً، مشان ما تفهموني غلط، بالعكس تماما، أنا مع كل أنواع التصوير يلي بتطور هذا الفن، حتى صار في مسابقات خاصة لتصوير الموبايل، بس يكون في شيء فني أو توثيقي مهم، مو هات إيدك والحامي. بتمنى تكون الصورة واضحة عن كل شيء حكيته، وشكرا لمتابعتكم وتضلوا بخير وفرحة.